لكم مع أولاد الشهاب شهاب مساوي شهاب جو أولادي ما في أجل السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الأصدقاء؟ كي دايرين العشران؟ كي دايرين الوالدين ديالكم؟ كي دايرين الوليدات؟ كنشكر كلهم خوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. هادي مدينة أصيلة. هنا كاين الصنع ديال الطين. هنا هادشي ديال الطين وهادشي ديال الصنع ديال الطين. الناس القدام الفنانة هما اللي اخترعوا هادشي ديال الطين. هادشي ديال الطين كيفاش اخترعوه الرجال الاولانيين القدام باش كان كيعيشوا الاسره ديالهم الوليدات ديالهم والوالدين ديالهم وباش كان كيعيشوا البهيمات ديالهم باش كيعلفوهم. و داكشي عندهم غزال انت كتشوف داكشي زين عندهم. هادي مدينه اصيله. هذا مشي يصلي هاد السيد ياك؟ ها؟ هادي طنجية مراكشية. هذه هي الطنجية المراكشية. أحسن ماكلة هي الطنجية ولكن الطنجية اللي يعرف يصيبها. هادو كيما قلت لكم صحاب الطين الفنانة كنشكرهم المزيان والله يساري عليهم والله يعطيهم الرزق. هنا كاين واحد الجامع الناس كيصليو سالو سالو كيقراو الفاتحة. لا لا ماشي انا ولد الحرام عندي انا رجع نوريك الفيديو. عشيري انا كنور عارض الطين الناس الفنانه القدام كيفاش كان كيخترعوا هذا الشيء باش كان كيعيشوا ولادهم الناس القدام. انا ما تخافش عليا يا عمي انا كندافع عليكم انا بغيتي تشوفها جي تشوفها عندي واه فهمني انا كندافع عليكم. دابا بغيتي تشوف راسك في الكاميرا. هذا هو من المغاربه القدام ولكن دابا كيصليو هنا وجزت من حداهم وهدرت عا بوحدي قلت الناس مساكن دابا كيصليو ما خصنيش نصورهم ودابا راه ما بغاش يتصور ولكن مني دار فيا دابا هو في القهوه شاده الكاميرا دابا هو فينا لان والقول واخا كتصورهم ما كيهضروا ما كيتكلموا وحنا من المغرب ما عرفت علاش كتبغي تصور كيقول لك لا ما تصورش. الله يسهل عليكم انا كندافع عليكم انا كنت كندافع عليكم كدبرت على دار وكريمان خليني تنقضي الغرض. السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء. شوفوا الرجال كيفاش كتعيش بالحلال بالرجولة ماشي بحال شي وحدين جمعوها وشي وحدين راهم محسوسين ومقروسين ولكن راهم لابسين ومعرين كم هيدو والخبار في روسهم والطوموبيلات اللي عندكم والأرزاق والأملاك راه ماشي ديالكم راه ديال الشعب والشعب هو اللي معيشكم بالرجولة. انا كندير رئيس ديال الشعب المغربي ديال الفقراء كندافع على الفقراء لانه صدام مني عند ماتو الميريكان ما بقيتش كنخاف من الحبس انا وما كنتزرش من الحبس لانه والله هو اللي كيخلع.
هذه واحد العوين هذه هي فينا هي، ولكن في الحقيقه ضروري نشرب منها. حيت اي بلاد نمشي لها انا ضروري خصني نشرب منها. شوفوا هنا الناس كيفاش المحلات الديار هنا نقيين صراحة. قال أحسن مدينة غنشوف نقية هي أصيلة بالرجولة. إيوا كي جيتكم الأصدقاء واش أنا كاين ولا ما كاينش؟ حنت علاش راه كنقول لكم البنادم اي واحد اللي كيكون فاتح شي قناه وبغى يدير الفيديوهات بالرجوله خصو يضرب عليهم تماره، خصهم يضرب الطريق ويصولوا يجول. كما قلت لكم هذه المدينه مدينه اصيله، ولكن صراحه قال عيت من نمشي لاي مدينه هنا. هذه المدينه نقيه بالرجوله. اول مره جيتي لي له؟ اول لا جوج مرات دابا. يلا كنت فيها شي تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام صافي. كما قلت لكم الناس ديال الاصيله ناس نقيين وناس محترمين وبالرجوله. انتم كما كتشوفوا عيالاتهم سادين عليهم في المحلات هما الوليدات ديالهم. واش غادي نقول لكم؟ الله يعطيهم الرضا ديال الله وديال الوالدين، والله يسهل عليهم والله يجيب لهم الرزق. صراحه قال الناس ديال الاصيله جيبينا بالعز، وقال لك جيبها بالعز ولك حز بالرجوله، ما عدمش مع هيدا هنا كاينين الدراويش هنا بالرجوله. اي بلاد انا غنمشي ليها، المغرب كامل غنسارها ان شاء الله بحول الله. ما كاينش هاد المولاد المحل ياك؟ فين هو؟ قولي واخا ندخل هنا عالي يا عشيري. الله يحفظك. هنا انتم كما قلت لكم هنا اللي بغى شي حاجه من الناس ديال الداخل يجي هنا للاصيله. الناس هنا مزيانين، وانتم كما كتشوفوا جميع الماتيريال داكشي ديال الطين اللي تبغي يكون عندك في الدار هو موجود هنا. انتم كما كتشوفوا تبارك الله. لانه علاش بالنسبه للبنادم اللي كيكون مجوج وبالدار ديالو وبالرزق ديالو ضروري خصو يشري بحال هادشي ديال الطين بحال هادشي ديال التحاف يحطهم في شي بيت يعمر شي بيت بحال مكتب الديكورات، لانه هو ما كاين على الله والموت. خصك تعيش في الحياه ديالك في ليستوار تعيش نقي. انتم شوفوا داكشي مزيان داكشي غزال. هنا الطواجن هنا كلشي الخير موجود هنا تبارك الله. هادو الطنجيات اللي بغى شي حاجه يجي لهاد المحل مرحبا به بالرجوله. حنا قلت لكم اي واحد مجوج ضروري وتكون عنده الدار ضروري خصو يشري بحال هادشي ديال الطين، يكون عنده شي بيت كبير ويحط فيه بحال هادشي ديال الديكورات. حتى الديكورات كيتسموا تحاف. ولكن كما قلت لكم قبيله هاد الصنع هادشي شكون اللي صايبوه كما قلت لكم الرجال القدام. شكون هما الرجال؟ هما المغاربه الاحرار. كما قلت لكم ساكن صاروا كيخدموا في هادشي ديال الطين باش كما قلت لكم باش كيعيشوا الوليدات ديالهم وباش كيعيشوا البهايم اللي عندهم. المهم عايشين. حنت بكري كانت شويه المجاعه وكانوا الناس كيتكرفصوا، ولكن الناس كيعرفوا كيفاش كيعيشوا مع الوقت. كنشكر كلهم خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، والعز للرجال. وراه قال لك جيبها بالعز ولك حز. انا على واحد الطاجين شوف تبارك الله الطاجين تعشق تحطوها في المحل عندك انت شوف. الديكور تبقى تشوف فيه. اللي بغى شي حاجه يجي هنا مرحبا به.
شي وادك ياك. عشرة. صافو الخير ديال الله قوي هنا واعرين. اخ 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 هنا القاوي مزيانين، هنا القاوي هنا مزيانين. هاد البلايص انتوما كيما كتشوف فصيلة نقية. بارطاجيو هاد الفيديو الله يسهل عليكم وديرو نجيم. الله يخلي لكم والديكم، الله يخليكم لما عز عليكم. فر فر عز كلام، قالك جباب العز ولك حز.